permettiamo di نسال الناس بعض الناس قالت اتكلمت عليه اللي هو رقم بيبقى الاسم على 7 وال9 على ال5 وال18 اي حاجه. الموضوع بسيط، انت الاول طبعا بتاخد من اليوزر الايه؟ رقم. عايز يكون بيبقى الاسم على رقمين، هتقول له اف ان النمبر اللي دخل ده تمام؟ انت عايزه بيبقى الاسم الصحيح ولا كان ايه السؤال؟ كان بيبقى الاسم الصحيح على 7 مثلا ولا ايه؟ قول لي الاكزامبل اللي انت بتعمله. بيبقى الاسم الصحيح على 7 و5 صح؟ يعني النمبر بيبقى الاسم الصحيح على 7 يعني بيطلع زيرو. يعني النمبر على 7 يكون ايكوال زيرو. ده في حد ذاته كده على بعضه كده الحته دي كلها على بعضها كده كونديشن. لو الرقم مودولا 7 كان بيساوي زيرو معناه بقى الاسم الصحيح على 7 يعني قبل الاسم الصحيح على 7 قبل الاسم الصحيح على 7 ويكون بيبقى الاسم الصحيح على 9 بقول له اند ان النمبر مودولس الخمسه ما اعرفش 7 ولا 5 ولا ايه ايا كان يكون بيساوي زيرو. كده معناها ان الرقم بس اللي هيبقى الاسم على 7 وال5 خلاص يبقى ده اكسبت النمبر رقم مقبول تمام. ودوت هيبقى ايه؟ ريجكتد نمبر رقم مرفوض وبس خلاص تمام. وصل الفكره؟ اخدت رقم وبعد كده لو كان بيقبل الاسم على 7 واداني صفر اند في نفس الوقت بيقبل الاسم على 5 واداني صفر في الحاله دي رقم مقبول انسى يبقى رقم مرفوض وبطبع في الاخر ذا نمبر لا بطبع في الاخر المسج بس مش محتاج ان انا اطبع اكتر من اللي انا اقوله سيبت النمبر بروجيكت نمبر. لو جينا جربنا كده قال انتر نمبر قلت له مثلا 14 مثلا هم الواحد مش تقبل طبعا قال لي ريجكتد نمبر قلت له صح 21 مش هتقبل طبعا ايه اللي يقبل على 7 وال5 مع بعض تمام الرقم يقبل على الاثنين 5 و7 30 35 لو قلنا 35 جاب لي اكسبتد ايه؟ اكسبتد نمبر تمام؟ معايا كده؟ تمام تمام ببساطة جدا يعني مع الاوبريتورز دكتور لازم تخليها اور مش افضل؟ ايه؟ اور مش اند اور يبقى بيبقى الاسم على 7 او ال5 لانه هيك اصلا يعني المفهوم من الحكي اذا مثلا جبنا رقم ما طبق ما يعني على 7 اوكي وعندك مثلا زبطت على 7 اكسبت في وعندك ال5 ما زبطت فبالتالي راح يعطيك فولس يعني راح يعطيك ريجكت مظبوط على حسب اللي انت عايزه، انت عايز يقبل على الرقمين معا ولا عايز يقبل على رقم واحد منهم ولا عايز ايه؟ حسب احتياجك اللي انا كنت فاهمه ان احنا عايزين نقبل على الاثنين معا يعني ايه المشكله؟ على الاثنين معا يبقى لازم تمام؟ اذا هيك واضح الموضوع في واحد جه عملها كده او خلينا نعمل كده عمل كده هل هتفرق؟ نعم ممكن تفرق اذا اخذ الرقم 5 اذا ما زبطت مع 5 فبيعطيه دائما ريجكت لانه بياخذ اول قيمه معلش قول ثاني يعني مثلا اذا اخذ مثلا خلينا نحكي اخذ 21 اذا طلع فيها الخمسه طلع فيها باقي اوكي بيعطي على طول اكسبت اما اسف اذا طلع فيها باقي ريجكت
ريجكت. اذا اما اذا ما طلع باقي اكسبت. تمام. طب هذا كان بيحصل مع السبعة برضه، هو صحيح. بس هي القصد انه عشان الفاليو الاولى، يعني هتفرق ايه بقى على الفاليو الاولى؟ لانه بيشوف الفاليو الاولى اللي هي الخمسة. طب ايه المشكلة كده؟ لانه مش الشرط انه مش ممكن تضبط على الاثنين، يعني قصدي اما على السبعة ام خمسة. هذا الممكن. ايوه، ما هو هنرجع اول دلوقتي، احنا خلصنا من حكاية اول اور دي، قلنا خلاص احنا المثال عايزين السبعة والخمسة معا. فالمثال كده احنا قلنا بقى لو السبعة جت قبل الخمسة والخمسة جت قبل السبعة تفرق معنا؟ انا بتفرق عشان الفاليو الاولى، يعني قصدي الخمسة. ايوه هتعمل ايه؟ تفرق يعني هتعمل ايه؟ يعني مثلا اذا جبنا احنا رقم ممكن تضبط على يعني مثلا خلينا نحكي تضبط على الخمسة، اوكي، بس ما تضبط على السبعة. طب ايه المشكلة؟ طب ما في ارقام بتبقى تضبط على السبعة ومش هتضبط معاك على الخمسة. ماشي، اذا ضبطت على مثلا القصد انه دائما 14 قلبين هتسال في الاول ال 14 بتبقى اللي اسمع السبعة هيقول لك ترجع الناحية الثانية، اللي ال 14 بتبقى اللي اسمع الخمسة يقول لك لا وخلاص. فبتعطى على طول ريجكت، بيختلف القيمة. طب ايوه دي برضه هتدي ريجكت برضه. لانه شرط مع بعض يعني. هو كده الاند مش هتجيب لك اكسبت غير لما يكون الاثنين صح. صح تمام. فكده كده مش هتقبل اصلا غير الاثنين صح. دي الاند. صح صح صح. لكن المعلومه اللي انا عايز اضيفها ايه من القصه دي؟ هي طبعا المثال هيشتغل معاك زي الفل، مش هيعمل اي مشكله باي نوع. انا طبعا بحب اعمل في الاخر برنت، السبب انا بكل شويه بحب عايز الرقم وانسى. انا ما عادش برنت كده، ده اسمه تيست 2 صح؟ ورحت على المكان اللي انا بحفظ فيه مثلا الحاجه بتاعتي. كان اسمه تيست 2 صح؟ اهو من غير ما اشغل اي برنامج ودوست انتر على طول هيقول لي انتر نمبر. خدوا بالكم يعني هيشتغل على طول بدون مشكله. طب اقول له خمسه ما بلحقش اشوف. هو حل ورفض وقفل ومشي يعني ما لحقتش اشوف اي حاجه. فبنحب نحط بس برنت كده في الاخر عشان لو حد شغل البرنامج من بره يعني بعت له حد تسجيلك وقعد يسال على طول كده براون. فدخل خمسه. هو ما وقفش. انا عملت على الاف 2 على تيست 2 على تيست 2 اهو. برنت اسد انبوت مش الديسبلاي انبوت. بقول له انبوت هو مستني ان اليوزر يدخل ايه؟ يدخل حاجه فيقعد معلق ومستنيه يعني بدوس كده اهو. انا دخل احط له خمسه دوست انتر قال لي ريجكت. واقف مستنيني واقف برومبت بتنور وتطفي مستنيه ان انا ادخل اي حاجه. فبتدي فرصه اللي بيشغل البرنامج ان هو ايه؟ يلاحظ النتيجه. بدوس انتر او دوسايد زرار خلاص بتمشي. انا ما بنحب نعمل انبوت في الاخر بس عشان يعلق الشاشه الراجل يلحق اليوزر يلحق يشوف النتيجه. تمام؟ طيب احنا بقى كنا فاهمين مثال كنا بنتكلم على حاجه مهمه في الاند. لو رجعنا للاند احنا شرحنا الاند ولور. تمام؟ الاند لما تيجي تشتغل بتلاقي صفر هي على فكره ما بتبصش على بي. ركز معايا. الاي لما بتيجي معاك فولس ما بتبصش على بي. بتمشي باسلوب ايه؟ اول القصيده فولس. عارفين اول القصيده كفر؟ عارفين اول القصيده كفر دي؟ هو انا بقول لك اول القصيده فولس. هي اصلا الاند لازم يكون الاثنين ترو. فلو جالها اول واحد فولس هتبص ليه على الثاني؟ ككمبيوتر يعني هيبص ليه على التاني؟ التاني لو طلع معاك ترو ولا طلع فولس فرق معاك ايه؟ واصله ولا مش واصله؟ مش واصله والله. واصله؟ لا مفهوم تمام؟ مفهوم. ايوه هي مش خلاص، هي من اول القصيده جت فولس خلاص انت الكلام بفولس النتيجه. فالاند هنا اند ذكيه مش غبيه. تمام. هي من اول الطريق فولس تبقى فولس ما بيبصش على اللي بعديها. فولس تبقى فولس ما بيبصش. طيب اند اسف ترو هتضطر تبص على مين؟ على الثانيه. لازم هنا اجباري. ليه؟ لان الثانيه
وارد تبقى ترو فتطلع ترو، وارد تبقى فولس تطلع فولس. فالموضوع وقف على الثانيه، ما وقفش على الاولى، يعني الموضوع بقى بيزد على الثانيه. ففي الحاله دي الثانيه جاب فولس جابت فولس، جابت بترو جابت بترو. كذلك الاور، الاور برضو ذكيه مش غبيه. واحد يقول لي ذكيه ولا غبيه؟ كده كده الاور، الاور اي واحده جت في الاند في الجاتر ترو في الاول جت في الاخر بتدي ترو، فلازم تبص على الاثنين. اقول لك مش دي الفكره، فهمت انا اقصد ايه ولا قلتها بسرعه؟ اقول لو واحد فكرت تقول الاور كده كده لازم تبص على الاثنين، لان اي واحده فيهم هتجيب ترو هتبقى ترو. اقول لك بس اصبر اصبر، ماشيه بعكس بعكس الاند. فولس تبص على الثانيه، فولس لا خلاص، فولس تبص على الثانيه، ترو يبقى ترو، ترو ما بتبصش على الثانيه لان الثانيه طلعت فولس، طلعت ترو كده كده النتيجه ايه؟ ترو ترو ترو. بس واحد يقول لي طب ايه لازمه اللي احنا بنقوله ده؟ يعني طبعا لازمته انك ان تشوف تشغيل المخ اولا، انك الاول بتفهم اصلا المفروض ان انا افكر كمان زي ما هم بيفكروا، ما بقاش سطحي، لازم ابقى سطحي. موضوعات بسيطة بس موضوعات بسيطة جنب موضوعات بسيطة جنب موضوعات بسيطة، عملوا جبال من العلم بموضوعات بسيطة ودقيقة بس. فلازم تكون مركز. طب التركيز ده هيفيدني في ايه هنا؟ راح فين الاكزامبل؟ في هنا مثلا في المثال اللي قدامنا مش هيفيدني في حاجة. ليه؟ اصل انا كده هشغل هيقول دخل رقم، دخلت مثلا 30 قال لي لا ريجكتد، دخلت 35 قال لي 35 في حاجه غلط ولا ايه؟ اللي عملها انا عملت حاجه غلط 14 عند ريجكت كله ماشي. شغل تاني 20 عند ريجكت 35 قال لي اكسل. ما ايه اللي حصل؟ مش عارف ماشي في حاجه غلط. دخلت 35 هنا مش فر... يعني ما عملتش ران الاول. صحيح بس 35 على طول صح. انت صح انا بدات انام، روح انام. طيب ال هتفيدني في ايه؟ اقول لك انا على حاجه صغيره يا طبعا مش عايزك مش عايزكم تدققوا قوي، بس هو الموضوع عشان مش عارف فتح البرفورمانس ومش عارف ايه، فالموضوع تفرق في البرفورمانس. اقول لك ليه؟ بس البرفورمانس ده على فكره البرفورمانس ذكي اللي فيه لوجيك بني ادمين، لان لو انت جيت حسبتها هتلاقي ان الارقام اللي بتقبل القسمه على السبعه بطبيعه الحال هي اقل من الارقام اللي بتقبل القسمه على الخمسه. فكر في الجمله. الارقام اللي بتقبل القسمه على الخمسه اللي هي الخمسه والعشره وال15 وال20 وال25 ادي اول خمسه صح؟ وال25 وال30 وال35 ادي سبعه. السبعة مش كده، السبعة بتنط أوسع. هتلاقي السبعة هتلاقي على طول بعدها مين؟ 14، بعد 14 هتلاقي مين؟ ها؟ هتلاقي 28. واخدين بالكم؟ فلو أنا جيت قلت الـ N O مودولا السبعة وهنا مودولا الخمسة كده البرفورمانس يبقى أسرع. وصلت ولا صعبة؟ صعب صح؟ بص 7 في 2 ب 14 تمام؟ 14 2 28 صح؟ 2 56 في 2 عملت رد وارقام كبيره. الخمسه لا، 5 في 2 ب 10 2 20 2 ب 40 ده اقل لسه بكتير، 2 ب 80 لسه اقل. فرينج الارقام او اولا لما انا بقسم على السبعه فانا متاكد ان الرقم كده اكبر واخدت خطوه اكبر. لو قسمت على الخمسه ارقام كتير هدر كتير هدر
يعني ايه هدر كتير؟ 10 5 مش هتقبل، ما قبلتش، معناها هي قبلت على 5 بس هتقبل على 7، على 7 على اقل من 7 اصلا. ادي اول هدر عشان افهمك يعني ايه هدر. هدرت طيب 10 هدرت تمام. طيب بعد 10 15 هدرت ما جابتش معايا نتيجه، 20 ما جابتش معايا نتيجه، ها ها يا شباب 20 ما جابتش، 25 ما جابتش، 30 ما جابتش، ادي 35. سابع رقم في الاسم على الخمسه هو اللبن، سابع رقم في الاسم على الخمسه هو اللي ايه؟ هو اللبن. يبقى انا لو حاطط الخمسه في الاول يبقى هيسال على كام سؤال؟ 7 اسئله لما الاقي اول واحده. الكمبيوتر يسال 7 مرات عشان يلاقي اول واحده اللي هي 35. طيب السبعه بقى ايه؟ لو انا همدي ابدا بالسبعه، اول حاجه ابدا بالسبعه، بعد كده كام؟ 14 صح؟ بعد كده كام؟ 21 تمام؟ 21 تمام؟ بعد كده كام؟ 28 ادي الرابعه، بعد كده كام؟ 35. خمس سؤال، خمس سؤال لقيت نتيجه، الثاني سابع سؤال لقيت نتيجه. خدتين بالكم؟ وده هيتولد معاك كتير، لو انت بتحسب ارقام كبيره، ارقام كتير، لا فابدا بالكبير. طالما ان الثاني اصغر. يعني الحكايه هنا مش مرتبطه باند واور، يعني لو خليناها اور نكتب الاول خمسه. لو الموضوع اور فكر فيه، لان قلت لك دوت من اصعب، من اصعب الحاجات في البرفورمانس، لان معتمد على العقل. خد بالك؟ فالاور هنا هتعمل معايا ايه؟ الاور هتعمل معايا ايه؟ ده او ده؟ ده او ده؟ يبقى الاسهل خمسه اللي... تمام. سبعه برضه في الاول. تمام تمام تمام. برضه في، لان تقبل على خمسه وتروح يسال على سبعه، تقبل على خمسه وتروح يسال على سبعه، تقبل على خمسه وتروح. فين اللي بيقبل على السبعه ده؟ انا كده اطمنت ان الرينج بتاعي اقل. اضيق. بس ببص في ارقام كتير. وصلت؟ وصلت ممتاز. تمام؟ طيب. حتى لو ما وصلتش 100% ما حدش يقلق من دي. لان الحاجات دي بتحتاج تفكير شويه، بتحتاج تشغيل مخ. ممكن لما تقعد تهدى مع نفسك تلاقي نفسك لقطها. الحاجات بتبقى ايه؟ بسيطه بس بتبقى محتاج تشغيل مخ. طيب في عوامل ثانيه اسمها بيتوايز اوبريتورز، انا هعديها. هديكم نبذه عنها لو انتم عايزين. لكن هي غير مستخدمه بكثره يعني، غير في علوم السكيورتي والتشفير وكلام من ده. فانا هقولها على السريع كده لمجرد يبقى عندكم خلفيه عنها، لان طبعا لو حبينا نشرحها بالتفصيل هنخش في موضوعات كبيره، لان هي بتشتغل على مستوى الباينري سيستمز. الباينري اللي هو 0 1. الجزء ده اللي مش يقدر يفهمه ما يعديه، ماشي؟ انا هحاول اشرحه وابسطه بس للناس اللي عندها فكره. اما اللي ما عندوش فكره عن الزيرو 1 والكلام ده كله يعدي الحته دي اللي احنا مش هنستخدمها. تمام؟ لكن انا بس حابب للناس اللي عندها فكره عن الزيرو 1 تاخد فكره البيت وايز اوبريتورز شغاله ازاي. ماشي؟ لان لو شرحت فكره الزيرو 1 والكلام ده كله هنطول جدا. المهم يعني ان في الكمبيوتر في الاصل كل الارقام هي زيرو يا واحد، يا ترو يا فولس، ما عندهمش ترو تاني. تمام؟ فالزيرو معناه مفيش تيار كهربي، الواحد فيه معناه تيار كهربي. ومنها بيتركب كل شيء في الكمبيوتر زي ما انتم شايفين. يعني الشيء اللي قدامك دي فيها صوره ليه؟ فيها ايقونات من فوق، فيها تكست، فيها مربعات، فيها مش عارف ايه، كل ده فيها الوانات كتير. كل ده بيتكون من صفر واحد. تقول ازاي؟ اقول لك سبحان الله. كل شيء ليه تمثيل في الباينري سيستم هو 0 1. فمثلا على سبيل المثال هي اون اوف، ترو فولس، يس او نو، 0 1 كله صح. لما اجي ارقم اقول رقم 2، طب احنا عندنا صفر عرفناه، واحد عرفناه، لو انا عايز احط رقم 2 بيتحط 0 1، بيتحط 0 1 زي ما احنا شايفين كده. لان رتبه الزيرو واحد ورتبه الواحد باثنين. رتبه الواحد باثنين. يعني ماشي معايا صفر، ماشي معايا ايه؟ 1 2 4 1 2 4 ها 8 16 32 64 128 كده، ارقام ماشيه كده في الكمبيوتر.
لاحظوا الارقام دي متطابقه مع الرامات ومع الهاردات ومع 128 256 512 1024 كده. فالهي دي الارقام بتاعتنا لان هي مضاعفات الرقم ماشي كده. فلما اقول 7 عايز امثلها جوه الكمبيوتر ازاي؟ قال لك 7 انا قلت ايه 1 2 4. فلو خدت الاربعه وخدت الاثنين بقوا 6 وخدت الواحد يبقوا كام؟ يبقوا 7. فيحط 1 1 1 يبقى دي 7. وصلت ولا صعبه؟ انا عارف ان هي معقده للي مش عارف الباينري سيستم. اللي عارف الباينري سيستم وعنده فكره هيلاقي نفسه ماشي معايا زي الفل مفيش عنده مشكله. اللي مش عارف الباينري سيستم معايا نعم وصلت تمام. فالفكره بس هنا بقى ان هو بيلعب على مستوى الارقام بتتحول لصفر وواحد ويبدا يشتغل على الصفر وواحد. العمليه شويه فيها ايه؟ فيها صعوبه شويه. هو بيديني مثال 10. بص ال10 كتبها ازاي؟ 0 1 0 1. ما احنا قلنا 1 2 4 8 صح؟ خد ال8 اللي هي الرابعه وعايز اكمل ال10 ما ياخدش هنا بقى الايه؟ خد الايه؟ ال8 ما ينفعش ياخد الايه؟ الاربعه. لكن خد ال2 وساب دي فبقت معاه كام؟ الاثنين ومعاه الثمانيه يعملوا 10 اهو. وساب الواحد وساب الايه؟ وهكذا. الاربعه قال لك خلاص اسيب الصفر اسيب الواحد واسيب الاثنين واخد الاربعه بس اللي هي الثالثه وده مش عايزه وده مش عايزه. بقى معايا مين؟ بقى معايا فقط اللي هي الرقم الثالث. وكذلك كتب الاربعه والى اخره. ايه بقى البيتوايز اوبريتورز بقى؟ هي بتعمل اند واور ونوت وسور وعادي بتعمل شيفتنج وكلام زي كده. اند يعني ايه؟ اند هي نفس الاند اللي احنا عارفينها لازم يكون واحد وواحد عشان تديك واحد. يعني مثلا انا هشرح الاند بس وكفايه لان والباقي بقى كله زي نفس التفكير عشان بس ما تغلطش فيها وهي مش هنحتاجها بس انا حاسس ان انتوا لو انا شرحت لكم ما شرحتهاش الناس هتحس ان في ايه حاجه فايتها بس انا عايز اوصلها لهم ببساطه لكن هي حاجه بالنسبه لنا بشكل مستمر بشكل قوي. الرقم ده لو كنا عملناه قد يا شباب 0 و1 يعني ترو فولس تديك ايه؟ فولس. طب 0 و1 لو كانت 1 و0 0 و1 اديني 0. طب 1 و0 ها؟ فولس فولس. طب 0 و0 0 دي نتيجه الاند. لو عملت اند هيطلع النتيجه كده. لو قلنا الأربعة والسبعة، الأربعة والسبعة. السبعة قلنا إيه؟ صفر واحد واحد واحد. دي السبعة، أهي. دي السبعة. أما الأربعة صفر واحد صفر صفر. صفر واحد صفر إيه؟ صفر صفر. لو جيت عملت لها أند، عملنا لها أند اللي هي العلامة دي. صفر وصفر تديك إيه؟ جاوب معايا. صفر. واحد واحد تديني؟ واحد. ترو ترو تديك ترو دي الحل الوحيد. طب ترو وزيرو او واحد وزيرو زيرو. طب واحد وزيرو زيرو يبقى طلع بكام؟ باربع. ده بيساوي كام ده؟ العشر. عندنا نظام العشر اسمه اربعه. نظام العشر اسمه اربعه ودي كان اسمها كام؟ ودي كانت الاربعه ودي كانت كام؟ كانت السبعه. يبقى 4 عند 7 يديك 4 في نظام الباينري. نظام الباينري ازاي بقى وليه الكلام ده كله؟ مش قضيتنا مش قضيتنا لكن انا بس حابب ان انا انوه ليه عشان بس تبقى في خلفياتك الحاجات اللي بتستخدمها في التشفير في الغالب تمام. يعني ايه؟ انا مش يعني محتاج ان انا معايا رقمين وعايز اخفيهم على الناس. فلو عملت اند بالشكل ده وطلعت 4 انا كنت مديك 4 و7 طلعت ب 4 كنت مديك مثلا كام دي؟ مديك 10 و4 طلعت بصفر. فاهمني؟ وعمليات من دي كتير. فتلاقي برضو الاند ليها شغل والاور الاور برضو تشتغل نفس الفكره والنوت تشتغل نفس الفكره الواحد تحوله صفر والصفر تحوله واحد. والاكسور انا ما قلتهاش لكن الاكسور بتعمل ايه؟ عشان برضه الناس تبقى عندها فكره عن الاكسور لما يبقى قدامك اكسور تبقى فاهم يعني ايه. احنا كنا شفنا كده تقريبا صور مش عارف احنا فين
ايوه لا مش دي مش عارف. هنا هو هنا ليك صور بسيطه جدا عشان بس اوفر لك الوقت. اللي شبه بعض لا، اللي مختلفين يعني لو حاجتين شبه بعض تديك فولس، لو اتنين مختلفين تديك تو بس خلاص. فصفر وصفر متشابهين يبقى ايه؟ يبقى صفر فولس. طب ترو ترو متشابهين يبقى ايه؟ يبقى فولس. لكن بقى فولس وترو تديك ترو، ترو فولس تديك ايه؟ تديك ترو. دي الاكسور ماشي. هي نفس الفكره برضو اللي احنا بنتكلم عليها في برضو الصفر واحد بعروس صفر واحد. بنستوعب بقى حاجه اسمها اللي هي سهمين كده وسهمين ناحيه ثانيه اسمها بيتوايز رايت شيفت وليفت شيفت، ودي معناها شفت على اليمين او شفت على الشمال. فطرحها للاسبار واحد يمين او طرحها للاسبار واحد شمال يبقى كلمه ثانيه خالص. يعني تخيل مثلا ان انا ايه، انا بعت لك مسج وعايز اشفرها فاشفت واحد بس، اشفت واحد بس يطلع كلام ثاني غير الكلام خالص. ولما انت ترجع تعرف ترجع الشيفت الواحد او العشرين او الخمستاشر، فمقدار التشفيت يغير الكلام ويغير الحروف وغير كل حاجه. فبس دي كده الفكره عن الايه بيتوايز اوبريتورز. الاساينمنت ده كان موضوعنا بيساوي اخذناه، في حاجه اسمها زائد بيساوي، اسمها زائد بيساوي، وكذلك ناقص بيساوي وضرب بيساوي على بيساوي ومدرس يساوي وعلى اللي هي الانتجر ديفيجن بيساوي والاس يساوي، وبرده بيتوايز اوبريتورز موجود تمام مع بيساوي، كلهم بيتركبوا مع بيساوي. هقول لكم معناها ايه؟ هي دي هي واضحه يعني. اما اقول اكس بتساوي اكس ده 5، تعالى تخيل معايا كده ان اكس ب 3. تخيل معايا ان اكس بكام؟ ب 3. اكس بتساوي اكس زائد 5 يبقى 3 زائد 5 يبقى كام؟ 8. فتتحط جوه الاكس 8، تبقى نتيجه الاكس بكام يا شباب؟ رد عليا. يبقى 8. هي لما اجي اقول ايه اكس زائد بتساوي 5، انا كده بس عملتها كده بقت اكس هي وزود عليها 5. فاكس كانت ب 3 وزود عليها 5 بقت 8. هي بالظبط، هي نفس الكلام بالظبط لما اجي اقوله كده بشكل مختصر. بشكل مختصر هقول اكس، لو افترضنا اكس 3، اكس بتساوي 3 ناقص 5 تديك سالب 2، 3 ناقص 5 تديك سالب 2 صح كده. هنا بقى نفس الكلام برضو، اكس ناقص بتساوي 5 يبقى ايه؟ برضه بتساوي سالب 2، يبقى اكس هي ناقص منها 5. طب اكس ضرب 3 ضرب 5 15، هي برضه نقول اكس هي واضربها في 5، اكس هي واضربها في 5 تبقى معاك برضه 15، وهكذا مع الباقي كله، وهكذا مع الباقي ايه؟ نفس الفكره كله نفس الاختصار، بس اختصار ليس اكثر. تمام. بعد كده في حاجه اسمها سبيشال اوبريتورز، انا ما اعرفش تاخدوها لا، بس انا يهمني يعني في الخمس دقائق بس اشرح لكم البايثون ماث ده، يهمني تعرفوا عنه معلومات. البايثون او اي لغه برمجه بيبقى في عمليات تخص العمليات الرياضيه والحسابيه. انا بس هديكم نبذه عنها، انا مش محتاج ان انا تعرفوها بالكامل، لان انا اصلا مش خبير في الرياضه اساسا، ولا انت مطلوب منك نهائيا انك تكون خبير في الرياضه حتى لو زعل اللي بيسمعونا. انا بقول صح تمام من وجهه نظر وعلى قد علمي، انت مش لازم تكون خبير في الرياضه، لكن انا بس يهمني انك تبقى عارف لو جات لك اي معادله رياضيه بتبقى عارف تمثلها بالكمبيوتر ازاي، بس مش اكتر. وبندي ساعات امثله رياضيه على اساس انها سهله بالنسبه للناس، لو الامثله الرياضيه صعبه مش محتاجينها تمام. فلاقي هنا الارقام ممكن نستخدمها في حاجه اسمها ماس، واستدعي منها كل الفانكشنز بتاعت الماس. في فانكشنز كتير جدا، في منها الحاجات اللي احنا هتبقى سهله علينا ونستخدمها، وفي حاجات مش محتاجين نستخدمها. زي مثلا ايه؟ اديكم حاجات شهيره بس احنا مش هنستخدمها. مثلا في مثلا الحاجات دي بتاعت مثلا اللي هي الحاجات اللي حساب المسلسلات،
اللي هي الكوزاين والاي كوزاين والاي ساين والتان والاي تان، فاهمين فاكرين الحاجات دي؟ حساب المثلثات. فلو انت محتاج مثلا اكزامبل ديالك او حاجه او معادله فيها حاجه تخص مثلا الكوزاين، تمام، خلاص يبقى اقول ماس دوت كوزاين واديله الرقم هترجع لك الايه الكوزاين اوف اكس ريديوس. طب انا مش عارف ريديوس، طب انا مش عارف الكوزاين والتان والبتنجان والكلام ده وماليش في الجو بتاع الرياضه، خلاص بقى انت عرفته اتزنقت واحتاجته هتعرف توصل له. ما عرفتش توصل له يعني ما وقعش قدامك، خلاص انت بعيد عنه. لكن في حاجات شهيره احنا دايما بنستخدمها، حاجات شهيره احنا دايما بنستخدمها، زي مثلا ايه؟ زي الاس كيو ار تي مثلا، الجذر. الجذر ده ممكن يقابلنا في اي حاجه يعني عادي، حاجه ما هياش صعبه ولا حاجه. انا بس هقول منهم الاهم دلوقتي كده على السريع. السيل مهمه، واللي بترجع لك اصغر رقم صحيح اكبر من او يساوي اللي انت اديته له. يعني اديتها 5 5 و1 من 10 و6 من 10 و7 من 10، كل ده بيجيب لك ايه؟ بيجيب لك الايه؟ يديك الستة اللي فوق الخمسة. لو اصغر رقم صحيح اكبر من اللي انت اديته له، تمام، سواء كان في كسر او مفيش كسر. دي الرقم اللي فوقيه يعني. في فلور مشهوره برضو، الفلور اللي بترجع لك اكبر رقم صحيح بس اصغر من او يساوي الاكس صحيح، تمام، اهي بتجيب لك اكبر رقم اصغر من او يساوي الرقم اللي انت مديهولها، اصغر من او يساوي الرقم اللي انت مديهولها، تمام. طيب في مثلا عندنا القاسم المشترك الاعظم، لو فاكرين الحاجات بتاعت الجريتست كومون ديفيزر، تمام، القاسم المشترك الاعلى لو انت عايزه، خلاص هو موجود اللي هو الجي دي سي. انا بس بقول بنوه والله انا يعني اعدادي عليك نور. القاسم المشترك الاعلى احنا بالنسبه لنا مفيش كلام من ده، احنا بالنسبه لنا القاسم المشترك الاعلى ما بين الرقمين بنعمل ماد دوت جي دي سي وادي الرقم الاول والرقم الثاني، هو ده القاسم المشترك الاعلى بين الرقمين، احنا شيلنا دماغنا من الموضوع ده، تمام. طيب is finite يعني الرقم ده غير منتهي، بتديك true او false، تمام. is nan، is nan، nan يعني not a number، not a number يعني مش رقم، مش رقم. فبقول له ماذ دوت is nan، فلو هو مش رقم بيرجع لي true، غير كده بيرجع لي false، تمام. و i s q r t اللي بترجع لك الانتجر سكوير روت يعني الجذر التربيعي بس الصحيح، ما ترجعش كسور، تمام. طيب وده طبعا ريمايندر. ترانك برضه من مستخدم كتير، اللي هي الترانكيت يعني بتقص الكسر، تمام، بترجع لك الجزء الصحيح بس يعني. يعني ممكن تستخدمها في حكايه الدقائق والثواني والحاجات دي تنفع، انها هتقص الكسر على طول وتشيلك وتشيله من دماغك، دي بتقص الكسر غير تقريب، ماشي. دي بقى اللوغاريتمات، دي عندك بقى الميثود بتاعت اللوغاريتمات. طبعا الاكسب او الاكسبوننت او الباور، يعني في عندك اللوج اللوغاريتم وممكن تحدد البيز، في لوغاريتم الاثنين واللوغاريتم العشرة دول الشهيرين، في الباو، الباو ده شهير، الباور الباو ده اللي هو الاس، فمقول ايه اكس اس واي معناها ايه 5 اس 2 مثلا 7 اس 3 كده. والاس كيو ار تي عرفنا اللي هو الجذر، ودول قلناهم من شويه اللي هم بتوع اللي هم حساب المثلثات الكوزاين والتاين والتان وال مش عارف ايه والحاجات دي بتاع حساب المثلثات والساين. يعني تقريبا دول اللي احنا في الكونستنتس، كونستنت يعني حاجات ثابته مشهوره برضه بس ارقام ثابته، اللي هي مثلا ماث دوت باي. باي دي اللي هي كنا بنسموها زمان بالعربي طه، ما اعرفش ليه اختاروا الطه، بس هو تقريبا عشان متشابهات في الترتيب اللي هو اوجدها واستنى. ماثماتيكال كونستنت اللي هي العلامه دي، دي اللي هي 13 14% 3 و 14% 3 و 14% اللي كنا بنقولها 3 و 22 على 7 فاكرينها؟
لا قصه في التراث العربي غير مثبته يا دكتور طه، انت بقى ايه تخش معاك في الحته دي هنتخانق. هي لها قصه في التراث طبعا وفي علماء قدام، بس ما حدش قادر يثبت اشمعنى الترتيب ده يعني. يعني انا نفسي افهم يعني في الموضوع ده في اللغه العربيه، بما انك بتاع لغه عربيه يعني، نفسي اعرف ليه هم رتبوا الف ب ج ج الف ب ت ت ج كده في الناس بتدرس، وليه قالوا ابجد هوز وحط كلام ومش عارف اللي هو الف ب ج وبعد كده مش عارف. ما اعرفش يعني، بقى احكي لك القصه دي لان انا مش لاقي لهم اصل في اللغه العربيه، حيروني شويه. ماليش دعوه قامت عليه اعمال كبيره او كتيره او بنات، انا بسال سؤال ليها اصل، بس هو ده اللي انا اقصده، ليها اصل علمي مش اصل كمان كلام. يعني ممكن تقول لي من زمن كذا كانوا بيقولوا، ماليش دعوه ايه الاصل، ليه ايه التفضيل ما بين ان احنا نرتب بالشكل ده؟ هل في حاجه علميه معروفه وبناء عليها تم الترتيب او لا؟ يا ريت لو عندك معلومه تبقى تبلغاني او تبعتها لي على الواتس كده، عشان انا الموضوع دوت لا النقل ما يهمنيش قوي، نقل ما يهمنيش قوي، انا عارف الموضوع ده هينفذ. انا النقل لو ليه استدلال علمي ماشي، ليه ما لوش استدلال علمي ما اعرفوش يعني، عشان بس ما نخش مواضيع نقل. مثلا زي ما تقول مثلا في علوم الحديث مثلا قالوا لي كذا كذا، او علم الحديث اصلا في علم في اثباتات ومشخصين الناس والدرجات ومش عارفين، فانا اقبل لان في نظام للنقل، في نظام علمي لعمليه النقل، فهمتني؟ لكن لو ما فيش نظام علمي لعمليه النقل احنا قلناها كده هي جت كده، دي بقى قصه. تمام خلاص، انت فتحت يا دكتور طه، انت شتقفل في الموضوع ده خلاص يعني، يبقى ابعتوا لي على الخاص عشان بس وقت الناس. دي الباي، في الاي اللي هي 2.7%، دول الشهيرين قوي يعني. دي كده بس نظره سريعه على الماث اوبريتورز او ماث فانكشنز. كان نفسي احل معاكم مثال على الماث فانكشنز، ولا دوركم تحلوه انتوا؟ ممكن نحاول فيه احنا دول. طيب اتس اوكي، اسيبكم تحلوه وهبعت لكم على جروب عشان وقتنا خلص، وان شاء الله ابعت لكم الفيديوهات المسجله، ولو مش عارف بقى ابعت لكم الجزء اللي هو اللي عليه الدور تحضروه، ولا كده كتير يعني كفايه بس اللي احنا بنشتغل مع بعض، انا مش عارف انتوا حابينه. طب لو في امثله رانيا عايز